خلينا نصبح لحضراتكم مره تانية وهبدا معاكم جولتنا النهارده بجوله مريه. هنبص على شوارع القاهره والمحافظات، وطبعا الناس بدات تنزل دلوقتي. هنبدا جولتنا من القاهره وتحديدا من كوبري اكتوبر المتجه لمنطقتي الاسعاف ورمسيس، هيلاقي سيوله مريه. اما اللي مكمل الكوبري في اتجاه غمره والعباسيه ومدينه نصر ففيه برضو سيوله مريه مع ظهور بعض الكثافات المريه البسيطه. لو رحنا الى طريق صلاح سالم في سيوله مريه، ولو كملنا لحد الاخر هنلاقي بعض الكثافات البسيطه جدا. بالنسبه لمطلع المقطم من المتجه الى محور صلاح سالم مغلق حتى منتصف اغسطس، ده بمعرفه الاداره العامه للمرور وتزامنا مع تنفيذ اعمال التوسعه والتطوير للطريق الصاعد لمناطق المقدم بدءا من محور صلاح سالم والاوتوستراد وصولا الى ميدان الفاروق ذهابا. ولو عدينا على طريق الكورنيش هنلاقي هناك برضو سيولة مرية، ولو مشينا وكملنا على المظلات هنلاقي برضو سيولة مرية، لكن بتقل بشكل تدريجي بعد كوبري الساحل وبتستمر بشكل متقطع لحد ميدان التحرير. اللي مكمل في طريق الكورنيش ناحية المعادي وحلوان في سيولة مرية. هنكمل معاكم جولتنا بشوارع الجيزه، وفي كثافات مريه على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا الى شارع السودان، ونفس الامر بكوبري عباس والجامعه والجيزه. كمان بتظهر كثافات محيط ميدان النهضه وصولا لاشاره بين السرايات. اما محور عرابي فبيشهد كثافات متوسطه للمتجه من الاقاليم وصولا الى المهندسين، وبرضه في كثافات بمحيط كوبري احمد عرابي. أما شارع الهرم فبيشهد سيولة مرية من شارع العشرين حتى الطلبية. محافظة القليوبية وتحديدا من شبرا الخيمة بيشهد شارع أحمد عرابي بعض الكثافات المرية. هنفضل ماشيين لحد ما نطلع الكوبري، هناك هنلاقي الكثافات بدأت تقل بشكل كبير. أما طريق شبرا بنها الحر فبيشهد سيولة مرية، وهتظهر بعض الكثافات البسيطة مع منتصف الطريق. أما الطريق الزراعي القادم للقاهرة في كثافات مرية بتزيد قبل مطلع الدائري، ده بسبب أعمال ازدواج الطريق وكذلك إنشاء كوبري للدوران للخلف. مكملين جولتنا معاكم ونروح اسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، هنلاقي كثافات بسيطة موجودة في بعض الطرق، وهنلاقي كثافات مرية نسبية غير مؤثرة عند محطة الرمل وصل لحد شارع عمر لطفي ولحد تقاطع شارع النبي دانيال اللي بيشهد كثافات بسيطة ونسبية وصل لحد طريق الحرية. كده خلصنا معاكم جولتنا المرية، تعالوا نتابع مع بعض أسعار أو متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة. هنبدأ من الدولار الأمريكي، سعر البيع 19 جنيه و15 قرش، للشراء 19 جنيه و7 قروش، اليورو 19 جنيه و51 قرش للبيع، 19 جنيه 42 قرش للشراء، جنيه الاسترليني 23 جنيه و13 قرش للبيع، 23 جنيه و3 قروش للشراء، فرنك سويسري 19 جنيه 93 قرش للبيع، 19 جنيه 84 قرش للشراء، اليوان الصيني 2 جنيه 83 قرش للبيع، 2 جنيه 82 قرش للشراء، ريال سعودي 5 جنيه و9 قروش للبيع و5 جنيه و7 قروش للشراء، دينار كويتي 62 جنيه 45 قرش للبيع و62 جنيه و17 قرش للشراء، واخيرا درهم الاماراتي 5 جنيه 21 قرش للبيع و5 جنيه و19 قرش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب، عيار 18 سجل النهارده 926 جنيه، عيار 21 سجل 1080 جنيه، عيار 24 1234 جنيه، واخيرا جنيه الذهب وصل ل 8640 جنيه. خلوني استعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده الطقس هيكون حار رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه. في شبوره مائيه الصبح على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء. في كمان فرص لامطار خفيفه قد تكون رعديه احيانا على حلايب وشلاتين. درجه الحراره في القاهره النهارده 35، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 43، واقل درجه حراره هتكون في مطروح 31 درجه. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شويه.